من فضائية الأيام يتجدد لقاؤنا بكم أحبتي متابعينا وحلقة جديدة من برنامجكم أيام المونديال. 8 منتخبات فقط هي الأفضل في العالم، 5 من أوروبا و2 من أمريكا اللاتينية ومنتخب إفريقي عربي واحد هو المغرب، أول بلد عربي يصل منتخبه الكروي الدور ربع النهائي لكأس العالم بعد 94 عاما من أول نسخة. 4 مواجهات تباعا كلها من العيار الثقيل، ففي الجمعة المقبلة ستواجه كرواتيا وصيف النسخة السابقة البرازيل المرشح الأبرز لنيل اللقب، تعقبها مباراة ختام مبكر بين الأرجنتين وهولندا في نسخة مكررة من ختام 78، ويواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي في أهدأ ما يمكن في دور الثمانية يوم السبت، ثم يختتم الدور بين حامل اللقب المنتخب الفرنسي وجاره الشمالي منتخب إنجلترا. 8 منتخبات و8 مباريات تبقت في منتصف هذا الشهر. أهلا بكم أحبتي. مساء الخير. كان ذلك فاصل بمباريات يوم أمس، اليوم ماكو مباريات. أقترح على الكنترول باكر نبدي بفاصل للفرص الضائعة. الآن المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور، 8 منتخبات الأفضل في العالم بينها المغرب. لنتابع هذا الفاصل للفرح العربي الغامر. No!
أجدد ترحيبي بكم أحبتي، والترحاب موصول أيضا لزميلي محللي برنامج أيام المونديال الأستاذ خلف كريم والأستاذ نعيم صدام. أهلا بكم. حياك الله يا أبو علي، تحياتي لك وإلى كل جمهورنا العريض اللي يشاهد هذا البرنامج من قناة الأيام. تحية إلى أبو جنة. تحية إلى أستاذ كابتن خلف، وتحية إلى مشاهدي برنامج أيام مونديال. هذا الشيء يسموه ذولا اللغة هذه الكليب أو الأغنية أو الانشودة، سميها ما شئت، يعني أثر الكرة شعبويا، يعني ذكرني بما حدث في كأس آسيا 2007، شلون الشعب العراقي التف في مرحلة حرجة، التف حول المنتخب. الآن الشعب العربي يلتف حول منتخب واحد، ويتحول الأنظار من كأس العالم إلى فلسطين. التقرير اللي هسه شاهدناه رائع جدا، أنا أقول تناول ثلاثة جوانب. الجانب الأول أنه هذا البلد المنظم واللي ما حد كان يصور راح ينظم بطولة بحجم كأس العالم، كان إبهار حقيقة. هذا جانب. الجانب الثاني أنه مثل ما أنت تفضلت في مقدمتك، منذ 94 سنة لم يتأهل فريق عربي إلى دور ربع النهائي، وقد يكون الفريق الأفريقي الوحيد اللي وصل لربع النهائي غانا من 2010. السنغال وغانا يعني وصلوا. تبقى المسألة الأهم، إيش قد إحنا على مدى السنين كل إحنا نداعي بالقدس والقضية الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية بواسطة العرب زائدا المغرب. لا مو المغرب، المنتخب. المنتخب المغربي. لا المنتخب المغربي. أنا أقصد المنتخب المغربي. الفرح الكروي. الكروي اللي هو برسها بشكل آخر للعالم، وهذا واحدة من أنا أقول إيجابيات هذه البطولة. بالفعل اليوم الأخوة بالمغرب العربي، الفريق المغربي قدموا مستوى راقي جدا. نعيم، يعني عطفا على ما تفضل به أستاذ خلف، هو ليس تقرير لكنه أغنية أنشودة بحجم، يعني ما أريد أبالغ، بحجم 10 تقارير. أكيد أستاذ حسين، يمكن يوم إحنا الكل يجمع أنه كرة القدم هي رسالة، رسالة السلام، والآن الكل بالإجماع أنه كرة القدم أصبحت هي المشاهدات الأولى بالعالم. لذلك يمكن أعتقد الفريق المغربي من خلال هذه البطولة وصوله إلى الأدوار ربع النهائي، أنا أعتقد أنه قدر يوصل رسالة كبيرة ممكن تستغرق سنوات حتى ممكن توصل للعالم. من خلال الرياضة قدر يوصل رسالة مظلومية الشعب الفلسطيني من خلال هذه الأنشودة، ومن خلال رفع العلم الفلسطيني في مونديال يشاهد ملايين من الناس. أنا أعتقد هي رسالة بليغة جدا إلى العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني. ولأهمية الموضوع أنا أريد فقط يعني أشير إلى قضية، يعني رأيي لست كمقدم لأن هذه القضية أبعد من كرة القدم. الشعوب العربية كرة القدم أرسلت رسالة إلى الحكومات العربية بأن الشعوب لن تنسى قضيتها المصيرية مهما كانت هذه المواقف السياسية أين ما حلت. المهم الشعوب، عندما يقول الشعب كلمة تنتهي كل قضايا التطبيع وما إلى سوى ذلك. قد تعيد بعض الحكومات النظر في مثل هذه الرسائل. نعود إلى كرة القدم. 8 منتخبات تصاعد في البطولة من 32 إلى بقوا ربع الفرق. 8 منتخبات بينها المغرب، يعني المغرب حالة خاصة. أريد اليوم أسولف شلون وصلت هذه المنتخبات. نبدأ يعني من مرحلة المجموعات، يعني ننتقي منتخبا منتخبا، لا نتحدث عن المقبل وإنما عن تاريخ المنتخب في هذه البطولات. هذه المجموعة الأولى أستاذ خلف، هولندا السنغال أكوادور قطر، تفضل. طبعا المجموعة الأولى اللي افتتحت المباريات قطر، قطر مع الأكوادور. كنا نتوقع خاصة الأخوة منظمي هاي البطولة كانوا يعقدون أمال على المباراة الأولى أنه نفوز على قطر وممكن نحصل لنا تعادل وممكن ننتقل للدور الثاني. هذه المجموعة كانت المنافسة، وأنا وياك كنت بالترشيحات،
فقلنا لا هذه يمكن هولندا والسنغال هي اللي تروح للأبرز. يمكن قلنا الإكوادور، ممكن الإكوادور تدخل طرف استبعدنا قطر. احنا استبعدنا وقت استبعدنا قطر. اوكي الان اكو مسألة مهمة. دائما الفرق اللي حققت فوز اول بهذه البطولة خاصة الإكوادور، وراح نتكلم على السعودية اللي دوت بنتيجة كبيرة على الأرجنتين، لم تتأهل للدور الثاني. نعيم، شلون تقرأ التنافس الأول في هذه المجموعة؟ يعني واضحة، يمكن أعتقد أستاذ حسين يعني القراءات كثير من الناس يعني بالغوا بمسألة أنه ممكن يكون فريق قطر رقم، لكن متابعين للناس اللي ممكن يكونون على قول دراية فنية أنه ما ممكن يكون أنه قطر رغم نتائجهم رغم الاستعداد الكبير اللي ظهر به أنه راح يكون رقم صعب في هذه المجموعة. وجهة نظر يعني أعتقد أنه كانت الأمور واضحة أنه الفريق الهولندي بحجمه وبتاريخه لا يمكن أنه يكون سهل في هذه المجموعة، بالإضافة لوجود السنغال والإكوادور. شاهدنا الفريقين هم كانوا على مستوى عالي وقدروا يتفوقون، أعتقد السنغال والهولندا عن استحقاق بالتأهل للمجموعة. خلف لفت نظري أنه المنتخب الهولندي هو أحد المنتخبات التي لم تخسر لحد الآن. صحيح. وهذه قضية مهمة عندما تصل إلى هذه المرحلة وأنت ما خسران. لا هو فا يمكن هو تعادل وفا تعادل مرتين وفاز وكسب. لا فاز مرتين. فاز مرتين العفو. نعم. فالفريق يعني الفريق الهولندي واحد من الفرق القوية جدا، ودائما تعرف الكرة الهولندية منذ شمولية الكرة الهولندية قدمونا على مدى التاريخ يعني برزة وعباقرة في كرة القدم، من يوهان غرويف وانت نازل فان باستن غولترود يعني وكويمن والأجيال اللي اجت على طول الخط برزت وراحت تلعب في أرقى الأندية الأوروبية في بطولة الأندية الأوروبية وحققت نتائج. اليوم الكرة الهولندية كمدرسة كروية، يعني اليوم عالم التدريب معظم الناس اللي يريد يطور كرة القدم يقول لي خلي اتجه باتجاه هولندا، لأنه هولندا تعتبر دولة متقدمة في عالم علم التدريب في كرة القدم. يعني ممكن المجموعة واضحة، واضحة الملامح. أريد أنتقل إلى المجموعة الثانية نعيم. تعرض أمامنا في غضون ثواني، وإذا موجودة يمك أيضا ممكن أن نسولف عنها المجموعة الثانية. يعني هاي المجموعة أنا أعتقد كانت من أصعب المجامع، يعني صعب التكهن فيها إذا ما استثنينا المنتخب الإنجليزي، لأنه أعتقد أنه تاريخ المنتخب الإنجليزي خصوصا البطولات الأخيرة اللي اشترك بها بعد تولي مدرب ساوث جيت مهمة تدريب المنتخب الإنجليزي، أعتقد بطولتين قدر يوصل لربع النهائي، وأيضا حتى في أمم أوروبا يعني مشاركاته ثلاث مشاركات وصل إلى مراحل متقدمة في البطولات اللي اشترك بها بحكم المرحلة السابقة. أعتقد أنه المنتخب الإنجليزي إذا بهذه المجموعة عنده أفضلية واضحة جدا. بقت الأمور الفريق الإيراني كنا نعول أنه ممكن يكون هو طرف آخر يرافق المنتخب الإنجليزي، لكن تفاجئ أعتقد أنه سوء حظ. لم يكن مقنع مع المباراة الأخيرة. سوء الحظ أنه أول مباراة يقع مع فريق الإنجليزي ويخسر بنتيجة كبيرة غير متوقعة. أعتقد رغم خسارته لكن قدر يعيد وضعه من خلال المباراة أخرى ويتفوق على الفريق الويلزي وقدر يعيد وضعه. ولذلك انا اعتقد هذه المجموعه كانت معقده جدا، يعني البطاقه الثانيه قريبه من الثلاث، كانت الخيارات بها اخر لحظات الاخيره ما تعرف من ممكن يتاهل. لكن بالوقت نفسه اعتقد انه المنتخب الامريكي اللي هو يمكن ما كان ممكن يكون هو رفيق المنتخب الانجليزي، كانت تذهب التوقعات الى فريق ويلز، بالاضافه للمنتخب الايراني كان ممكن يكون عدة الحص، لكن فاجئ الجميع المنتخب الامريكي وتاهل، قدر يتفوق على في حين كان المنتخب الايراني يحتاج الى نقطه واحده التعادل، لكن الفريق الامريكي قدر انه يتفوق عليهم وتاهل مع الفريق الانجليزي بهالمجموعه. لكل مجتهد نصيب. المنتخب الايراني في المباراه الاخيره لم يكن مقنعا فنيا. خلف ايضا انجلترا لم تخسر. انجلترا واحد من الفرق القوية جدا، لأنه الفريق عنده قدرة كبيرة جدا على تسجيل الأهداف. يعني مجموعة لاعبين وسط الملعب المهاجمين
فريق يسجل أهداف كبيرة، بدليل أنه المباراة الأولى وأنا يأكلنا نحللها من هزم الفريق الإيراني بستة أهداف، هي النتيجة كبيرة، حصيلة جدا كبيرة. يمكن اللي الأمور اللي صارت في هذه المجموعة من تكلمنا على الفريق، هسه راح نشوف أهدافها ونسولف أكثر بإفاضة أكثر. نعم تفضل. فالأهداف اللي أجت في المنتخب الإيراني ما حد متوقع نتيجة المباراة تكون بهذا الشكل، وتكلمنا بوقتها عن معطيات النشيد الوطني وعدم ترديد النشيد الوطني، أمور كثيرة. أكثر منتخب مورس عليه ضغط إعلامي المنتخب الإيراني، منتخب الإيراني. هذه أهداف المباراة الأولى إيران إنجلترا. أي هذه طبعا سجلت أهداف، الأهداف اللي سجلت أيضا أهداف جميلة وملعوبة. عموما الفريق الإيراني في هذا أنا باعتقادي بهذه المباراة ما قدم شيء يذكر. يعني الى ان عفوا كابتن، انا اعتقد هم ايضا سوء حظ اصابه الحارس المرمى اللي كان هو مركز في بدايه. نعم في بدايه المباراه هو حكايتك مضبوطه، لانه للدقيقه 34 كانت النتيجه 0-0. يعني نعم. بعد اصابه الحارس بالبدايه اصيب في الدقائق الاولى، بس تاخرت المباراه لانه نعم. اصابته. نعم. المهم على كل حال هذا واحد من ساكا واحد من اجمل الاهداف اللي سجلت في هذا المره. إذا تكلمنا على المباريات اللي إجت بعدين، كانت أكو مباراة مفصلية أنا وياك دخلنا في حسابات. نعم. أنه ويلز وإنجلترا خاصة المباراة ممكن أن يلعبون بالنتيجة نعم. قدموا الفريق الإيراني بالمباراة الثانية أمام ويلز استطاع أن يهزم ويلز، وهذه النتيجة كانت إيجابية. نعم. إيش بقت المباراة الأخيرة واللي قلنا عليها هاي مباراة مصيرية. يعني كان مصير المنتخب الإيراني بأقدامه، الحل بيده. وما قدر خاصة إذا تتذكر الشوط الأول قدم واحد من أسوأ الأشواط بالبطولة. نعم. لكن بالشوط الثاني تقول مو هذا الفريق الإيراني اللي قدم الشوط الأول، يمكن هو ما وصل إلى مرمى الفريق. نعم. الأمريكي بالشوط الثاني لا، تغيرت كل الصورة. نعم. واستطاع كان بإمكانه أن يحرز التعادل والفوز على الفريق الأمريكي. من غرائب الحسابات، يعني أنا سميتها المجموعة الإنجلو أمريكية، يعني منتخبان من بريطانيا، ولكن من غرائب يعني إحنا كنا يعني انحرج النتائج المباريات الأربع الأولى خلت المنتخب الإنجليزي والويلزي والأمريكي يحرجان معا، ولكن لم يستغل هذا من الطرف الإيراني. أنا بتقدير الشخص يعني يمكن إيران لو داخل البطولة في أجواء المباراة الأولى بنفس عزيمة المنتخب الإيراني في المباراة الثانية كان غير قضية، حتى في المباراة أمام أمريكا، لأنه الإيرانيين اختلفت الصورة، كان ضغط، كان كذا، كان كيروش يتعرض إلى تصريحات، كانت ردود رددوا النشيد ما رددوا النشيد، ولكن بالنتيجة الحسم هم اللي أضاعوا مو غيرهم في المباراة الأخيرة. بالي كانت هواية أمور أخرى، العفو، لأنه كان يمكن أكو حرب إعلامية بين كيروش وبين المدربين. نعم. الموجودين بالمجموعة إذا تذكر أبو. نعم. أبو نعم. جنة. نعم. بعيدا عن هاي الأمور أستاذ حسين، أنا أعتقد أنه حتى فنيا يعني كيروش من دخل ما كانت بحسابات أنه ممكن الفريق الإنجليزي ينزل بهذا المستوى بهاي القوة. الكل يعرف أنه المنتخب الإنجليزي فودن، كثير من اللاعبين راشفورد من أبرز لاعبين بالدوري الإنجليزي، ما كان متوقع، بالإضافة لما ذكرنا أنه إصابة الحارس اللي هو مركز ثقل الفريق الإيراني، أنا أعتقد كثير من العوامل ساهمت أنه يخرج الفريق الإيراني بهذه النتيجة. لذلك إحنا شاهدنا الفريق الإيراني في المباراة الثانية مع ويلز غير ما شاهدنا غير في المباراة الأولى اللي كانت مع الفريق الإنجليزي. بالمناسبة يعني منتخب الوزن لا يقل يعني في أداء إنجليزي ولا يقل، ولكن حقيقة المنتخب الإيراني هي في المباراة الثانية. خليني أنتقل للمجموعة سي إذا مدونة عندكم بين ما هي إليا. هذه المجموعة سي راح تظهر أمامنا الآن: الأرجنتين، بولندا، المكسيك، السعودية. أستاذ خلف، المباراة الأولى هذه المجموعة خاصة المباراة الأولى اللي خاضتها الأرجنتين أمام السعودية، هذه شكلت واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، أنه الفريق السعودي متأخر بهدف ويعود للمباراة ويسجل هدفين ويفوز على الفريق الأرجنتيني. نعم. كل إحنا تأملنا أنه الفريق السعودي راح يروح أبعد من ذلك، على الأقل يترشح للدور الثاني. يمكن أنا وياك تكلمنا هل بولندا تكون ترافق الأرجنتين للدور الثاني أم المكسيك.
أعتقد الفريق البولندي من الناحية الفنية هو أقل كفاءة من السعودية ومن الفريق المكسيكي، لكن اللي خلى الفريق البولندي ينتقل للدور الثاني هو واحد من أفضل حراس المرمى بالدورة، هو اللي أنا أقول هو اللي قاد الفريق إلى الدور الثاني. المكسيك بالنسبة لهم أنا بتصوري خيبة أمل في هذه البطولة، ما قدموا الشيء اللي عليهم. كنا نتأمل من السعودية، طبعا السعودية حتى المباريات اللي خسروها المباراتين من المكسيك والبولندا أنا أقول ما كانوا ممكن أن يخسرون المباراة، على الأقل ممكن يحصلون تعادلين أو تعادل واحد، لكن شاهدت الظروف أنا أختلف معك كل إحنا توقعنا السعودية. أنا البرنامج موثق، أنا قلت استغراق كان في أداء المنتخب السعودي، استغراق أكثر من اللازم. المنتخب السعودي لو مواجه الأرجنتين في مباراة لاحقة لكانت القصة قصة أخرى، وتوقعنا من البداية الأرجنتين أو المكسيك أو بولندا. نعيم، المنتخب السعودي ليش هذا الإخفاق وراء المباراة الأولى؟ هل ما حدث كان مفاجئ؟ بكل تأكيد، يعني كل الحسابات اللي ممكن يدخل بها أي متابع لبطولة كأس العالم ما كان يمكن تنطي توقعات أنه ممكن الفريق السعودي يتفوق على الفريق الأرجنتين، خصوصا في ظل وجود ميسي وأغلب اللاعبين الموجودين هم يلعبون في الدوريات الأوروبية وأمريكا اللاتينية. نعم. لذلك أنا أعتقد أنه في بعض الأحيان هذا الأهداف ممكن أن نشاهدها ونسولف. نعم. إضاعة ضربة جزاء أعتقد هذه أول لا الهدف الأول الهدف جزء. الأول مال ميسي على السعودية. نعم نعم، يعني بعدها أعتقد استفاق الفريق السعودي وقدر يقدم مباراة للتاريخ، مثالية للتاريخ. نعم. راح تسجل للتاريخ. نعم. لذلك أعتقد بعد هذه المباراة نوعا ما أعتقد نوعا ما أصاب الفريق السعودي نوعا من الاسترخاء أنه قدر يتفوق على المنتخب بقيمة استغراق بالفوز، يعني صار خلينا نقول استرخاء انه انه قدر يتفوق على منتخب حجم الارجنتين اللي مرشح للوصول نهائي كاس العالم، انطاه روح من المعنويه العاليه. هسه ايش قد عمل الكادر التدريبي، المدرب، العاملين، منظومه العمل اللي موجوده بالمنتخب السعودي على انه يخرجوهم من هذه الاجواء، لكن انا اعتقد مهما تعمل مهما تحاول ما راح يقدر يطلع اللاعب انه نشوه الفوز على المنتخب الارجنتيني. نعم، يعني اذا تاهل المنتخب الارجنتيني متوقع من الجميع. اريد انتقل اذا ممكن انتقل للمجموعه الرابعه، لانه عندنا ثمان مجموعات. مباراه بولندا مع نعم هذا جروب دي، المجموعه دي، فرنسا، استراليا، تونس، الدنمارك، وايضا فوز تاريخي لتونس. احنا طبعا كنا أنا وياك نقول هل فرنسا تأخذ هذه البطاقة هي مع الدنمارك أم أستراليا راح تدخل على الخط، خصوصا أنه تونس في أول مباراة إليه لم تخسر أمام الدنمارك. نعم. يعني أخذوا حالة تعادل. نعم. لكن خسرت مع بهدف مع أستراليا، مع وهذه النتيجة اللي أثرت عليهم. نعم. تفاجئنا بالمباراة الأخيرة. نعم. أنه هل تونس تحقق مفاجأة أمام الفريق القوي والمرشح لنهائي الكأس اللي هو الفريق الفرنسي؟ طبعا في هذه المجموعة يبقى الفريق الفرنسي هو الأبرز، هو الأقوى، هو القدرة الهجومية القادرة على فعل أي شيء أمام أي فريق في هذه البطولة. أستراليا كان أنا بتصوري أداهم رائع جدا، وكانوا أنا أقول كانوا هم المفاجأة على حساب الفريق الدنماركي. نعيم، فرنسا المباراة الأخيرة تحدث عنها الكابتن خلف أيضا غير بالتشكيلة كثيرا باعتبار أنه ضمن التأهل، فمنح فرصة. يعني راح نرجع للبرازيل في مباراة الأخيرة أيضا نفس السلوك. هل هذا الأسلوب أو هذا المنهج يعني فيه نوع من يعني تعالي على أبدا مو تعالي حقيقة. فسر لي الفرق الكبيرة، خلينا نعم. نكون واقعين، هذه الفرق الكبيرة يعني بحجم ألعب وياك بالفريق الثاني، يعني لا مو ألعب معك بالفريق الثاني، أنا خلاص ضمنت الخطوة الأولى، عندي الأهداف مقسمة، عندي الهدف الأول أنه أعبر التأهل، والهدف الآخر كيف ممكن أعبر المرحلة الأخرى والتي تليها على في ضوء أنه الفريق اللي ممكن يقابلني وين مواطن القوة والضعف عندي، شنو اللي ينطى الادفانتج او الفائده انه يقدر يلعب اي لاعبين، لانه الادوات اللي عنده يمتلكها المنتخب الفرنسي غير الادوات اللي ممكن تمتلكها الفرق الاخرى. لذلك اول مباراتين هو حسم مساله الصعود بفارق اهداف 4-1 ب4 غلط، يعني خلص انه
تأهل فارق الأهداف ضمن مرحلة ثانية بالنقاط. أنا سأرى هو خلي أريح وخلي أسجل اللاعبين للتعويض أني لعبوه التعويض إنه ممكن أريح اللاعبين ممكن المرحلة المقبلة. أعتقد هذا التفكير ينحصر فقط في الفرق الكبيرة، ما انحصر في الفريق الدنماركي أو الفريق التونسي أو الفرق الأخرى. أعتقد هذه الأفكار محصورة بالفرق الكبيرة، البرازيل خلينا نقول، المنتخب الفرنسي، المنتخبات اللي هي ضمن التأهل وعدها طموح توصل لمراحل بعيدة. لذلك أنا أعتقد أنه المنتخب الفرنسي تعامل وفق إمكانياته، حتى المباراة الأخيرة ما نقلل من قيمة الفوز للمنتخب التونسي الفريق العربي اللي اجتهد وجاهد وقدر يتفوق على الفريق حامل اللقب في أقل التقديرات يسجل له ذلك، حامل اللقب وفريق مرشح بقوة لأنه يكون طرف في نهائي كأس العالم. قبل ما أنتقل للمجموعة إذا ممكن تهيأ خلف، بس أعود لك في عجالة، المنتخب الإسترالي المنتخب الآسيوي الوحيد اللي إجاب ملحق وعبر للدور. هذا صحيح، لأنه لعب مباراة الملحق أمام بيرو اللي هو خامس أمريكا الجنوبية وفاز عليه فارق أعتقد ضربات الجزاء وأجه. لكن في هذه البطولة أنا أقول الفريق قدم الكثير. المجموعة خلف اليابان يعني عرض قديم، وتركت إسبانيا وألمانيا يبحثان عن فارق التهديف. طبعا هذه النتائج يمكن هاي المجموعة تناولها العالم بعالم بالصحافة. لأنه ما كان يتوقع أن تكون اليابان هي أول هاي المجموعة. اليابان استطاعت أن تهزم إسبانيا وأن تهزم ألمانيا اللي هم مرشحين عن هذه المجموعة وربما مرشحين للنهائي. كوستاريكا نتائجها كانت غير متوقعة، يخسر أمام إسبانيا بالسبعة ويفوز على اليابان. اليابان كان بإمكانها في هذه المجموعة أن تحصد النقاط كاملة، يعني 9 نقاط وتذهب، وإن كان هي ذهبت بالمجموعة الأولى. تبقى هنا خيبة الأمل بالنسبة لجماعتك الألمان. أنت مصر متى تقول دول الألمان الأسود، وإيش سميتهم الأسود ولا لا؟ خطية ألمانية ما أعتبر، بس 4 مونديالات وثلاث أمم أوروبا و11 مرة بالنهائي، 7 مرات بالنهائي و11 مرة بنصف النهائي، أو 3 مرات الثاني على أوروبا و4 مرات رابع. هذول الألمان، هذول الألمان، بس دول مو دول، مو دول، مو دول الألمان. إحنا هذا عبرناها، هذه الجزئيات عبرناها. لا ترجعني على التجنيس، هذا منتخب مجنس ألماني، منتخب هاي الحق عليه، هاي منتخب سيدات ألمانيا. يلا خلاص ألمانيا إسبانيا وألمانيا، المباراة اللي انتهت بالتعادل. نعم. يعني ألمانيا كان بإمكانها أن تذهب على الأقل، وين خسرت المباراة الأولى أمام اليابان ممكن أن تذهب للبطاقة الثانية. نعم. لكن اليابان كان عملية تأهلهم بديهم، يعني الفريق اللي كان مبدع كفريق كيلعب كمجموعة، أنا التصور بهاي المجموعة هو الفريق الياباني، الفريق المتصدر، الفريق المتصدر. المستحق. يعني أنت مرات تقول الفريق المتصدر، حتى هم من طلعوا فارق ضربات الجزاء. نعم. يعني كان بإمكانهم يروحون على حساب على حساب المرحلة كرواتيا. نعم. المرحلة الثانية. نعم. جينا على إسبانيا، وممكن راح نتكلم على إسبانيا من لاقة والمغرب، وكل إحنا تكلمنا، يمكن أنا والكابتن نعيم قلنا أمام المغرب نتيجة ترى متقاربة، وأنا قلت لك نعم دور 16 نسولف عليها بعدين نسولف عليها تاريخ المنتخب. فهذه بالنسبة، أنا أقول بالنسبة لمشاركة ألمانيا في هذه البطولة، مشاركة مو طموح. أنا أقول يعني يستحقون الطريقة اللي إجوبيها. هذا خوش، هذه أحلى عنوان. نعم. نعم، يعني اليابان فعلت ما لم تفعله منتخبات آسيا، هزمت ألمانيا وإسبانيا. يعني أعتقد هو الوجه أكثر إشراقاً للكرة الآسيوية. أعتقد أنه الفريق الياباني من خلال ما قدمه وقدر يتفوق على أعرق فريقين يمكن في أوروبا، إسبانيا والفريق الألماني، وقدر يتفوق عليهم بالتنظيم. لكن المفاجأة الكبرى أنه خسر أمام فريق كوستاريكا اللي أثقلت شباك الأهداف في 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 غفلة ما، يعني رغم أنه تسيد الفريق الياباني، لكن طيلة المباراة لكن في هجمة مرتدة قدر يتفوق عليهم بنتيجة 1-0. لكن مع هذا أنا أعتقد أنه الفريق الياباني قدم صورة رائعة للمنتخبات اللي هي تعمل بجد وتعمل بتنظيم، تعمل على أنه تتطور دائما من بطولة إلى بطولة. نشاهد المنتخب الياباني متطور
يواكب الفرق الكبيرة، تبني كرة قدم حقيقية من أبنائها حقيقية. بس راح أروح على المجموعة وراها، ولكن هذه المجموعة تلاعب بها بتسلسلها من ليم نرجع له بالفار. المجموعة F المغرب 7 نقاط من دون هزيمة، كرواتيا المصنف الثالث على العالم، الثالث بالمجموعة كندا. تفضل كابتن. إذا تكلمنا على آخر فريق مو أول فريق، الفريق الكندي واحد من الفرق اللي قدمت أجمل ما يمكن في كرة القدم من ناحية الإعداد البدني والتكتيكي والناحية المهارية. الفريق أنا أقول محتاج خبرة مباريات دولية حتى ممكن أن يكمل المشوار. إذا تكلمنا على بلجيكا الثالث، الفريق اللي أنا بتصوري الفريق الأسوأ واللي سميناهم أنا والكابتن نعيم فريق العواجيز، معظمهم راح يتقاعدون عن المنتخب الوطني. واليوم هزار يشوف لهم شفته جديدة مع المجنسين يعيدون بناءه روح المسن. نعم. إذا تكلمنا على الفريق المغربي والكرواتي وحطيناهم اثنينهم بالكفة، نعم، اللي هم الأفضل، نعم، يمكن أنا اليوم قريت إحصائيات عنهم يقولون أكثر الفرق استخلاصا للكرة من الخصوم هم الفريق المغربي بالدرجة الأولى، ومن ثم يأتي الفريق الكرواتي، يعني مقاتلين، من الصعوبة أن تسجل في مرماهم، ومن الصعوبة يعني الفريق الإسباني يقول لعبنا كل شيء استحوذنا ولعبنا كذا مناولات، لكن للطريق الطريق المرمى ما نقدر نوصل. فالفريق المغربي أنا باعتقادي كان مثل ما تفضل جملة جميلة جدا، أنا أقول كان أكثر إشراقا بالكرة الأفريقية. نعيم كيف تقرأ هالمجموعة؟ بس سؤال على المجموعة اللي قبلها، لأنه أنت يعني انتقدت في القضية اليوم، منو أكثر منتخب بالدور الأول وصل لمرمى الخصوم؟ أكثر منتخب وصل إلى، في إحصائية أنت سويت، أكثر منتخب وصل إلى مرمى الخصوم كان أخطر منتخب؟ يعني فريق الألماني. الألمان حسب الفريق الألماني هو اللي زودنا بهاي المعلومة. بس أنا الآن في بالي ما أتحدث به الكابتن خلف، رجع على آخر فريق المنتخب الكندي. شوف لو نشاهد الآن الفريق الكندي 0 من النقاط، أفضل المغادرين، أفضل لعبا، خلينا نعم أفضل المغادرين. لو نحكم الشوط الأول يمكن من كل مباراته، كل مباراة هو يتقدم، أغلب المباريات 3 مباريات أعتقد هو اللي يتقدم بالأهداف، لكن المطاولة المباريات أو الخبرة. جيران أمريكا ما يجيبونهم واحد تدريب بدني يعني شوي يسوون بناء بدني؟ بالعكس، مو مسألة اللياقة، مسألة التعامل في وإمكانيات، من أروع الإمكانيات. شوفهم يمكن في مباراتهم مع يمكن أعتقد ويا كرواتيا أو كرواتيا، لا بلجيكا تعادل، اول ضيعه ضربه جزاء مع بلجيكا، سجلوا هدف على بلجيكا اول دقائق وقدروا، يمكن اسرع هدف بالبطوله، اسرع هدف، وكان بالامكان انه خلال الشوط الاول ممكن يسجلون 3 أهداف إلى 4 أهداف. نعم، ضاعت عليهم، يتراجع دائما بالتالي رجع الفريق البلجيكي عاد وضعه ورتب اوراقه وقدر يتفوق عليه. نعم، اريد انتقل للمجموعه التي تلي، اذا ممكن بالكنترول ينطون المجموعه التي تلي، الاف A B C D E F G. المجموعة G، البرازيل، سويسرا، كاميرون، صربيا. برازيل خسرت أيضا خلاص. تكلمت التوالي الكابتن نايم، قال لك الكبار عادة يضحون في مباراة ولأسبابهم الخاصة، لكن مو كل الفرق تسوي هذا الجانب. خسرت أمام الكاميرون، ويمكن الكاميرون كنا ممكن نرشحها مع البرازيل، نعم، لكن يبقى الفريق السويسري. انا بتصور هاي المجموعه ابو علي هاي كانت مجموعه صعبه جدا صعبة. انا اقول الصرب كانوا الاقوى في هاي المجموعه انا باعتقاد. نعم، والصرب ايضا يمكن ان نضيفهم الى قائمه افضل المغادرين. ويمكن افضل المغادرين. والله انا ماكو تكلمنا، فريق تقدم 3-1 والمنافس يرجع النتيجة والكاميرون 3-3. نعم. وتكلمنا على المدرب وتبديلات المدرب والمهم، وتكلمنا على هذا ميتروفيتش، استغرقنا الكلام به كثير. ميتروفيتش يبقى البرازيل في هذه المجموعة هو الأقوى، وإن كان أنا أقول بعدنا كل إحنا نراهن على الكرة البرازيلية، هذه بعض الكرة البرازيلية الممتعة، هذه ممتعة. يمكن البرازيل قدم لنا هذا المهاجم الرائع ريتشاردسون، واحد ربما راح يكون من هدافين
كأس العالم، لأنه لاعب مبدع، طريقة تسجيله للأهداف مبدعة. يمكن هسه هذا هدف راح نشاهده، وراح نشاهد الهدف الثاني، ربما قلنا هذا واحد من الأهداف الجميلة جدا اللي بالبطولة. خلينا نشاهد هذا الهدف، كأنه كرة راح تكون على الهواء الطائر ودبل واحد. اختارينا واحد من أجمل الأهداف المرحلة. نعيم البرازيل يعني صدارة وإمتاع نفس الوقت. يعني كل يعرف أنه المنتخب البرازيل هو دائما ما يكون هو متصدر الترشيحات، متصدر المجاميع. لكن أرجع للفريق الصربي اللي أجمعنا أنه من أفضل الفرق. أعتقد أنه سوء الطالع الفريق الصربي أنه أول مباراة لعب مع الفريق البرازيل. والبرازيل لابد أنه هاي المباراة تنهيها بالنتيجة، لذلك خسر 4. أعتقد أنه 2-0 يعني خسر 4-0. نشوف النتيجة أربعة. من عدسة البرازيل 2-0 2-0 على صربيا، 4 يعني على كوريا. نعم 2. شوف المباريات الأخرى، يعني كل مباراة هو سجل 2، وسجل المباراة الأخرى مع الفريق الصربي مع الكاميرون سجل هدفين رغم خسارته. مع سويسرا خسر أيضا 3-2. نعم. تذكر أبو بكر من نزل وغير نتيجة المباراة. غير منتخبات قدمت كرة جميلة. كل المنتخبات شوف هذا الهدف اللي تحدث عنه كابتن خلف، هذا أبو بكر أروع ما يكون. هذا نزل سوى جول نعيم وصنع جول وصنع جول، يعني قدر أني هذا اللي هدف اللي صنعه. نعم يعني الآن يمكن مرينا في عجالة على هذه المجموعات وعلى التأريخ ولو بسرعة، إذا ممكن أنه نضمن يمكن بعد عندنا مجموعه. المجموعه الاخيره خلنا. المجموعه الاخيره المجموعه البرتغال برازيل اوروبا كما يحل الكابتن خلاف، ساوث كوريا الاورغواي غانا. طبعا هنا هاي المجموعه احنا توقعنا البرتغال يمكن ناخذ البطاقه الاولى، وظلت البطاقه الثانيه هل تكون من صالح غانا او الاورغواي، والكل استثنى الفريق الكوري الجنوبي من ان يحصل على البطاقه الثانيه. لكن اللي صار انه الفريق الكوري الجنوبي أيضا بإصراره بصبره على المباريات استطاع أن يهزم البرتغال ويأخذ البطاقة الثانية. الآن أكو مسألة مهمة جدا، إحنا مرينا على مسألة الفار. أكو مباراة للأوروغواي اللي كان بيها إذا سجل 3 أهداف هو راح يترشح. نعم. مع غانا. نعم. هو سجل هدفين. وأكو هدف الكفاني الحكم ما حسبه والفار ما أطاه ضربة جزاء هي ضربة جزاء حقيقية. نتيجتها راح كافاني إلى الفار كسر كل الفار. نعم. الآن هو أمامه عقوبة احتمال 20 مباراة دولية. نعم. كل راح يبطل وراها غرامة مالية. فهذا الهدف كان كفيل بانتقال الأوروغواي للدور الثاني على حساب كوريا. إحنا راح نفرد للفار يعني النصف المتبقي من الحلقة. نعم. يعني تعتقد الفار أسهم يعني إلى حد ما في تغيير بعض النتائج؟ مو أسهم، خلينا نقول نحسنها، نقول أنصف بعض الفار. أنصف ولكن أنصف. أيضا أضر. هاي مالك يعني وأنا أصر على هدف اليابان مو صحيح. هسه هذه حالة من الحالات، لو ترجع لكل الحالات ما شك النسبة يعني 1% أو 2% هاي الحالتين اللي نعم. يتحدث عليها الآن. نعم. بس أرجع للمجموعة اللي يتحدث عليها كابتن خلف، أنا أعتقد يعني لحد آخر مباريات كانت يمكن المنتخب الكوري حظوظه ما كانت بشكل كبير. صحيح. كانت الحظوظ تميل إلى أنه منتخب غانا ممكن هو يخطف البطاقة الثانية مع البرتغال. نعم. لذلك أنا أعتقد أنه المنتخب الكوري الآسيوي خلينا نقول فاجأ وعمل بشكل كبير بتنظيم، قدر أنه يقلب الموازين وتفوق على المنتخب البرتغال ويخطف البطاقة مع المنتخب البرتغالي. وأنا كابتن نعيم، وهذه أول مرة تحسب للكرة الآسيوية أنه ثلاث فرق من آسيا تترشح للدور. نعم. يعني انتهى الدور، خلينا نشوف أجمل الأهداف. يمكن مال ريتشاردسون أريد يعني من تشوفوا الأهداف أريد نطلع بجول من عندكم تقولون هذا الأجمل. إلى أجمل أهداف الدور الأول، أهلا بكم. هذه الأهداف يعني من خيار الزملاء في الكنترول والمعدان المساعدان، تحياتي لهما علاوة أحمد ومازن السريع. ولكن ربما يعني بعض الأهداف يعني حسابات الفنيين تختلف. أكو هدف ببالك خلف؟ يمكن أنت بالدور الأول مباراة الأرجنتين والمنتخب السعودي، أنا شفت صعوبة الهدف الثاني اللي سجله سالم الدوسري
لأنه كرة ارتفعت فوق بين ثلاث لاعبين، شلون يخمد وشلون يراوغ اثنين والثالث ويسوي مسافة لنفسه ضيقة جدا ويحط الكرة على يسار الحارس. أنا بتصوري واحد من أجمل الأهداف يمكن، والهدف مبابي الأخير اللي سجل. أختار لك واحد. هو الدوسري. الدوسري. رأيك هو محترم. يعني الأهداف هي أكيد كل الأهداف جميلة وفي بطولة تاريخية ما عرض الآن كلها جميلة، لكن في بعض الأحيان تختار هدف بمهارة وتكنيك عالي، مو أي هدف ممكن يسجل. أنا أعتقد لاعب مهاجم منتخب الكاميرون أبو بكر من واجه الحارس وقدر يلعبها بطريقة مو أي لاعب ممكن يلعبها، ينملك أنه هذا اللاعب عنده ثقة بالنفس وعنده مهارة عالية جدا وتحكم بالكرة وتفوق كبير، انه قدر يشيل الكره تشبول من الحارس بمسافه قريبه جدا، تنم عن مهاره كبيره لديه. اعتقد انه كان ممكن يكون الاجمل. يعني احترامي العالي لوجهه نظر خلف، انا اتفق بانه هدف ابو بكر، لانه يعني القضيه هي مو تشبول، القضيه يعني رفع، مو المسافه مو حتى مو تشبول، يعني مسافه قصيره جدا بين الحارس وبين الكره، مسافه جدا يعني قصيره، يعني حمل، يعني حمل الكره الى حد الكره، يعني كل شالها بحيث انه مو اي لاعب ممكن يسويها الا يحتاج. نعم. مساحه الفنيين يعرفون انه يحتاج مساحه حتى. نعم. ممكن تعبر الحارس. نعم. ينضم معنا الان عبر سكايب المحلل الكروي اللاعب الدولي السابق سلام هاشم. اهلا بك استاذ سلام. اهلا وسهلا استاذ حسين بيك وبضيوفك المنورين دائما. انا اسف لانه شويه تاخرنا عليك، لانه ثمان مجموعات واستعراض فني سريع، واريد قراءتك، هل المنتخبات المتاهله استحقت التاهل، ومن ابرز المغادرين اللي ظل بذهن سلام هاشم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للجميع. أنا من وجهة نظري أنه المنطق قال قول الأخير في الصعود إلى هذه الدور الثمانية أو دور 16. ولهذا 16. فحقيقة الفرق اللي يعني عجبتني، لكن أحيانا تعرف إحنا نعرف كرة القدم تنتهي بالنتائج، لكن كأداء من الفرق اللي غادرت أني متعاطف جدا كنت مع المكسيك. نعم. يعني من الفرق اللي تلعب كرة حديثة سريعة وبمهارة وتكتيك عالي، لكن تعرف هواي من الفرق غادرت هي نتيجة المباراة اللي بعدتها مو الأداء. لكن أنت سألتني كأداء، كنت أتمنى مع الأداء النتائج في يعني حقيقة الفريق المكسيكي اللي عادة مو من النوعية الفرق اللي تجذب الأنظار، فلهذا شوف التحليلات دائما ما ينظلمون هذا الفريق في يعني حقيقة أنه يعطوهم استحقاق. سلام، أنا أشوف الكرة المكسيكية عن وجهة نظر الخاصة الشخصية، لا هو على أمريكا الجنوبية ولا هو على أمريكا الشمالية، وكأنه منتخب هجين، يعني ما تقدر الصنفة تصنيف مثل الأرجنتين البرازيل كولومبيا تشيلي، ولا تقدر تقول قريب على الكرة الأمريكية، منتخب يعني له يعني له خصوصية في الأداء. هذا المنطق فعلا، كلامك عين الصواب، انه فعلا فريق يعني غريب تشوفه يلعب كرة سريعة بمهارة عالية، فعلا يعني حتى بدنيا هم من الفرق اللي يمتازون، حد عناصر اللياقة البدنية السرعة، فهم من نوعية اللاعبين السريعين، يعني يدمجون كثير، فعلا الفريق هجين، يعني ياخذ جزء من كرة أوروبا، جزء حتى من مع صغر أجسامهم، لكن ياخذون السرعة والقوة بهذا من الفرق الأفريقية، ففعلا فريق هجين أحسن وصف وصفته، لكن كأداء بالمحصلة هو كان فريق مرعب يعني للفرق الباقية، لكن تعرف النتيجة خذلت. هجين كرويا مع احترامنا العالي عن الشعب المكسيكي حضارات الأزتك. كابتن احنا اتفقنا نعم احنا اتفقنا بالاستوديو انا والشيخ المحللين كابتن خلف وكابتن نعيم على انه صربيا ايضا وكندا ايضا من المنتخبات اللي يعني الى حد ما قدمت كرة تستحق ان تكون في الدور الثاني. صربيا كندا في الاستضافة السابقة إذا تتذكر. نعم. تكلمنا على موضوع صربيا وقلت لك صربيا يعني ما نريد نعيد الكلام، بس قلنا صربيا احنا كمشاهدين الان
تعجبنا الكرة الهجومية، وحتى اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي والقاري في أي مكان تحاول دائما تغير القوانين وتستحدث قوانين جديدة من أجل أنه تدفع الفرق في أنه تكون كرة هجومية. واحدة من هذه التغييرات بالقوانين عندما أصبح الفوز 3 نقاط مو نقطتين، حتى يفكرون الفرق في أنه يحصلون على امتيازات أكثر في حال الفوز. الفوز يحتاج إلى كرة هجومية. نعم. الفريق الصربي وسولفنا على مدربهم أصلا هو واحد من أكثر لاعبين بالعالم كان مهارة، فيحب الكرة الهجومية وفريق عنيد، لكن مثل ما اتفقنا مرات كأس العالم نشوف النهايات إلى الفريق المتمرس أكثر من ما فريق يعني تشوفه كرة قدم حلوة وكذا، لكن بالأخير نحتاج يعني وضع كأس العالم يختلف، يحتاج إلى فريق عنده خبرة. نعم. يعرف شلون يقود المباراة، يحسب حسابات إذا أكو فريق دا يلعب في وقت آخر في ملعب آخر يتنافس. ولهذا صربيا أيضا ضاعت نتيجة قلة الخبرة. كابتن خلفي راقي جدا. نعم كابتن خلفي يتداخل معك في عجالة. كابتن سلام تحياتنا لك. أنا بس ردت أسألك شلون شفت الكرة الآسيوية في هذه البطولة وخاصة يعني جنوب شرق آسيا ما نقول غرب آسيا. إيه شرق آسيا. عفوا أستاذ خلف إذا المشاركة الآسيوية في كأس العالم شلون شفتها في هذا الموسم خاصة فرق جنوب شرق آسيا وأستراليا؟ هسه إحنا غرب آسيا ما قدمناش. إيه أيضا أستاذ خلف شوف أني راح أرجع لكلام إمارات، هو تعرف الحديث في جيب. أنا من بداية أول لقائي بكم والشرف أكون جزء من هاي المجموعة الطيبة. أنت الشرف. أنا كنت يعني ضد التوقيت لبطولة كأس العالم هذه. نعم. الزامن هذا التوقيت ويا المفاجآت، الزامن هذا التوقيت ويا متغيرات حديث يعني تفاجأتنا بكأس العالم. إحنا نتمنى هاي الفرق تكون المنافسة أكثر وأوسع. نعم. لكن حجم المفاجآت الزامن أنا من وجهة نظري صارت مزامنة مع توقيت كأس العالم، لأنه مثل ما اتفقنا أنه الفرق الكبيرة مكشوفة الفرق الصغيرة لكن واتفقنا أيضا، وهذا الكلام إذا تذكر من استضافيتوني في آخر دور من الأدوار الأولية المجموعات تكلمت قلت أنه أتصور أنه دور الثمانية راح تتوقف المفاجآت. نعم. لأنه حتى في دور 16 مثل البرازيل وغير هاي الفرق راح من خلال 3 مباريات شاهدت الفرق المنافسة راح تستكشف قوة وضعف هذه الفرق وراح تكون ضحية في دور 16. وفعلا نعيم صدام لديه تأشيرة كابتن. نعيم صدام لديه تأشيرة كابتن. تحياتي لك كابتن أبو أحمد حبيبي. حبيبي أنا أعتقد مسألة التوقيتات أنا أعتقد نوعا ما يمكن نختلف بالرأي وجهة نظر، لأنه أعتقد أنه كل الفرق الآن اللي إجت إلى كأس العالم هي خارجة من دوري يعني بكامل العدة والإعداد مالتها. لذلك نشوف حتى يمكن من خلال حديثنا بالبرنامج أكثر مرة يعني الإحصائيات تشير إلى أنه المرحلة الأولى 120 هدف يمكن ما حدثت بأي بطولة في بطولات كأس العالم. يعني أعتقد فنياً أعتقد أنه المنتخبات كانت جاهزة أكثر مما كانت عليه في البطولة السابقة. أبو جنة. نعم. أبو جنة. نعم. حبيبي. أحمد. يعني أنت راقي فحتى حديثك يطلع حلو. حبيبي أنت الأحسن أبو أحمد. يا كابتن حبيبي. الفرق وين؟ نعم. فرق وين؟ وأكيد هسه من راح أقول عذر أنتم الناس اختصاص تعرفون. فرق أوروبا انضغطت خلال هاي الفترة قبل كأس العالم. ليش؟ الفرق الكبيرة اللي هي أكثر عناصر المنتخبات اللي شاركت في كأس العالم كانوا مشتركين في بطولات غير دورياتهم يعني. نعم. يعني تتذكر إحنا قمنا نشوف ريال مدريد يلعب صح. مثلاً ثلاثاء أربعاء خميس جمعة ممكن يلعب دوري. يرجع الاثنين يلعب دوري أبطال أوروبا داخل ويا كأس دولهم، بينما فرق آسيا الآن متوقف هاي الفترة كلها اللي مضت متوقف دوري أبطال آسيا. ولهذا حتى من ضمن أنه أنا هذاك اليوم قلت أنه كأس الخليج مهددة، لأنه 3 فرق من السعودية راح تشارك في دوري أبطال آسيا، 3 فرق من قطر و3 من الإمارات. فهذه الفرق كلهم عبارة عن لاعبين منتخباتهم الوطنية. نعم. فأتصور إذا ما راح
يشاركون يعني بالبطوله، فاكيد راح يجيبون فرقهم الثاني. قصدي من جو للبطوله جو ما مضغوطين فرق اسيا، صح، لانه ما عندهم دوري ابطال اسيا. انا اشكرك أبطال يعني العفو ابو احمد، انا تحدثت بالمجمل، اكيد هي بيها فائده لفرق اخرى وفوائد اخرى على حساب فرق اخرى. اكيد انا اشكرك جدا، اشكرك جدا كابتن سلام، على امل ان نلتقيك في حلقه مقبله إن شاء الله. مع يعني مع قريبه من النهائي ان شاء الله. ان شاء الله الان، ان شاء الله، إن شاء الله. الان اريد انتقل الى ما هيئه الزملاء في الكنترول من حالات يعني تحكيميه ربما يعني هي الابرز او هي الاهم عبر فار ساعد وفار ظلم، الى التقرير لو تفضلتم خلينا نشوف هذا التقرير بفار. محبه تتجدد فار، انا اشوفه يعني انصف ولكن ايضا ظلم. خلاص يعني خلينا نشوف كميه الظلم اللي وقعت على الفرق، هل هي كم؟ 1% 2%؟ شو قمت تقللون يعني؟ شي نعم قال قليل انت قمت تقلل فدنا. لا يعني انا غيرت بترتيب، غيرت بترتيب المجموعه. يمكن انا جيتك على حاله واحده بين الحالات، يمكن انا اللي ذكرت لك اياها اللي هي كافاني اعذار متعمد، كان ممكن كل احنا اتفقنا انه هذه ممكن تكون ضربه جزاء. نعم. اما بقيه الامور الاخرى شفناها كلها صحيحه، يعني الفار انصف. يعني انا اقول خلي اشبه هو الفار، هو استاذ حسين وصل على كره اليابان. اي انا اعرف شيء الماني، ياباني اسباني. لا يابان واسباني، يابان واسباني الهدف الهدف الهدف. اي ف دائما انت متحاكي دائما ينصرف ذهنك الالماني، ترى انا مو الماني. لا لان هو هذا الهدف طلع الماني. اي فاحنا شو نقول؟ نقول هاي التكنولوجيا انصفت. وانا خلي نعطي وصف حقيقي علما للفار، انا اقول القاضي العادل في مباراه كره القدم. رايك وهو محترم. نعيم، اكو وجهه نظر كانت انه مساله دخول الفار في المباريات، كثير من الاراء راحت انه يقتل المتعه، لانه كره القدم هي لعبه اخطاء، من الطبيعي انه تصيب وتخيب، لكن بالمحصله ذهبت الاراء انه يكون الفار حق لكل من يجتهد. لذلك يمكن اكو مباراه في احدى البطولات، اعتقد انه منتخب فرنسي تأهل نهائيات كأس العالم بكرة فاول بيد هنري، أعتقد في الثواني الأخيرة، صحيح. واضحة كانت للأعيان، لذلك الظلم هذا اللي تأهل به دون استحقاق، أنا أعتقد أنه وجود الفار أصبح ضرورة جدا لإنصاف الحق للفرق المجتهدة. هدف لامبارت في 2010 الكرة دخلت أكثر من نص متر. أنا يعني بالنسبة يعني حتى لا يساء فهمي، يعني بقدر تعلق الأمر بي، أنا يعني مو ضد هذه الآلية، ولكن هناك حالات يعني إلكترونيا صحيحة، لكن علميا هسه أنا ما راح أحكي كرة قدم ولا قانون كرة قدم. نعيم استاذ خلفان، سولف أنت ما ممكن إنه الآن تريد موضوع أو يعني كرة 100%. نعيم هذا الخط رسم الكمبيوتر. نعم. خط رسم الكمبيوتر يعني بأجزاء من الميكروميليمتر. هذه كرة. نعم. العمود الساقط عموديا من مماس الكرة اللي يسقط على هاي يلامس بأقل من مليمتر. نعم. مو يعني مو بأقل من مليم، يعني الناس عندها فكرة عن المليم ايش قد، اللي هو التأشيرة الصغيرة داخل المسطرة. نعم. خليني ارحب، ينضم ويانا الان حكمنا الدولي لؤي صبحي، ونسولف على هاي الحالة وعلى سواها اذا ممكن. السلام عليكم. شلونك استاذ لؤي؟ حبيبي استاذ حسين، تحيه لك وتحيه للاستاذ كريم استاذ ابو جنات، محبتنا لكم وامسيه جميله ان شاء الله عليكم وعلى المشاهدين. نتشرف بيك. احنا يعني متفقين على انه الفار منح الناس حقوقها الى حد كبير، ولكن هذه التقنيات هناك ما يعني انا وجهه نظري، طبعا انا ما اريد احكي وياك قانون كره القدم انت الفيصل، ولكن اكو جانب علمي حج لؤي، يعني هذا الخط الابيض هل هو شفره موس لو هو مرسوم مصبوغ على شعيرات من العشب؟ ممكن ان تميل هاي الشعيره وممكن ان ترجع لورا، وحتى الكره نفسها مضغوطه بالهواء ممكن من تسدد ان يتغير شكلها.
إذن هل من الممكن أن نحصل أن 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 نقول بمليم واحد هذه العمود الساقط من مماسة كان على الخط ونطلع منتخب بحجم ألمانيا؟ انقطع الاتصال، خلينا نسولف احنا نرجع الموضوع. احنا متفقين الفار انصف بحدود العامه، ولكن اكو جانب علمي، جانب علمي، يعني هذا الخط المرسوم الابيض نعيم يرسم على عشب، العشب مره واحده هيجي مره واحده هيجي، هل هذا شفره موس والعمود هذا اللي نزل من الكره هيجي نزل فيت على هذا بالهالمليم بلحظه ضرب المدافع الياباني ما شويه انضغطت الطوبه؟ هاي التقنيه تم استخدامها لمده سنتين على اكثر من نسمع نسمع السادة في الاتحاد الدولي وعدات المنطقه تحت لوائه، وكانت نتائجها جيده جدا، ولهذا تم استخدامها على يعني استخدامها تكنولوجيا على بطوله الانديه المشاركه في كاس العالم للانديه، وكانت ايجابيه جدا، ولهذا تم العمل بها على نهاية كأس العالم بتقنية حديثة اللي هي يعني ما تخطي السانتيم ما بها خطأ، يعني ما بها مجال للخطأ، ولهذا نشوف يعني السانتيم هواي حجي له أي سانتيم هواي السانتيم يبين بالمسطرة، ولكن جاي نتحدث عن مليم، أنت تعرف يعني الورقة العشب يعني ممكن أن تكون مليمين يعني على جزء من العشبة، هذا الهدف الياباني يعني مثل أهداف كابتن ماجد. نعم طبعا سعد حسين اليوم التخطيط اللي خططوا به الملاعب يعني أكيد هو على أعلى مستويات التكنولوجيا، الشركات الراعية والشركات المنتظرة تحت الفيفا هي اللي اختصت بالتخطيط، ولكن اليوم الخط هذا خط التكنولوجيا ما يرتبط بخطوط الملاعب. ممتاز، هو هذا اللي انا دا اتحدث عنه، الهدف على الفار الهدف رقميا صحيح، لكن على التطبيق على الارض ما ممكن ان يكون صحيح، هذا اللي وجهه نظري انا، اذا هو هدف بالفار. نعم جاي تقطع الصوت حجي لو يعني ما اريد يعني اخذ هذا يعني الجزء الأخير من البرنامج ما عندي وقت، خلينا نعبر هذا الهدف. إذا تقنية فار الفيديو أسيستنت ريفري كانت نافعة جدا في كأس العالم وأنصفت أكثر مما ظلمت. نعم فعالة جدا. ما جاي أسمع ما جاي أسمع. دي يتقطع الاتصال. إذا نحن جاي يتقطع. تسمعني لؤي؟ انقطع الاتصال، نعود الى حتى نختم هذا الموضوع ونعبر هذا الهدف، خلي هو هدف راح بعد صار تسجل بالفار، خلينا نعبره. اذا فار انصفت واحنا بحاجه الى فار، ولكن ايضا كافياني حقه يفلش الفار، كسر للفار. نعم المهم الصوره اذا ممكن. نعم اجت الصوره لا لا كمل. لا انا اعتقد انه مجموعه العاملين داخل غرفه الفار يمكن تكلمنا انا وياك هذه الصورة. هذه الصورة. شوف نعيم، شوف أسفل الجراب مال اللاعب، تشوف خضار بين الخط هذا الوهمي وبين البياض لو ما موجود. أشوف أنا المحيط الكرة ملامس للخط. هذا تشوف اللي واضح هذا المحيط، هذا تشوف المحيط، هذا تدرج قد نعيم؟ هذا أقل من مليم. أقل من مليم وشخص من قبل الفار. نعم على الفار، لكن على الأرض. على الارض تشوف اكو خضار عشب محيط فوق الطوبه. لا شوف هسه انا قلت لهم قلت لهم وانا دحكي هندسه قلت لهم الولد ما قبلوا اقوم هسه راح اقوم. شوف هاي المنطقه خضراء لو مو خضراء؟ نعم وشوف اللي بصدر. هاي المنطقه خضراء لو مو خضراء؟ الخضره تبين بعد خضراء لو مو خضراء؟ اذا هذا الخط الوهمي ما متطابق، هذا الخط الوهمي بالفار ما متطابق وين الخط المصبوغ على العشب. الكره بكامل محيطها، الكرة بكامل محيطها خارج بالمناسبة ترى الكرة بالهواء نعيم، المحيط الكرة بالهواء هذا التانجنت المماس. نعم. النازل. نعم. على الأرض هو اللي يقول القانون يقول الكرة تخرج بكامل محيطها حتى الآن العمر. المحيط ما خارج كله. وجهة نظرك وهي محترمة عند هذا كرة أنت جاي أنا أتحدث بشكل هندسي. عموما إذا أريد في عجالة حتى أختم، فار إجمالا أنصف أنا أقول أنصف إلى حد بعيد جدا
نعم يعني قد تكون مثلا تمر حاله تمر حالتين خلال البطوله افضل مما تكون الحالات اكبر نعم كثير. نعم بالتاكيد نعيم الفار اجمالا انصفه مطلوب اكيد كل تاكيد كان دورينا لهسه ما بفار نعيم شوفي مشكله نامل انه حسب ما قالوا الاخوان بالاتحاد انه مؤمل انه تكون سيارتين للفار في بطولة الخليج وتكون انطلاق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله انطلاق الفار ولد مهندسين يقعدون به. أنا أحييك جدا أستاذ خلاف أحييك أيضا تحياتي لكم وتحياتي للزملاء خلف الكاميرات وللمعدين العزيزين علاوة أحمد ومازن السريع وللمخرج الدايركتر الرائع أستاذ علي على أمل أن نلتقي مجددا في مباراة أخرى في حلقة أخرى عفوا أكو شيء بهناك ردت لا بس حبيت أشكر كل الأخوان الكادر خلف الكواليس حقيقة جهود كبيرة يبذلوها شكرا لهم أستاذ خلف مو النهاية بعد راح نرجع بالمباراة النهائية أنت وأيضا راح نستقبل محلل آخر أستاذ خلف والله أنا قبل ما أودع لا لا باشر ويانا باشر أودع لا لا باشر أنا تحياتي لكل الأخوة المصورين نعم اللي معانا اللي بذلوا جهود كبيرة جدا نعم والأخوة اللي في الكنترول نعم الرائعين جدا بحيث كانوا بالفعل عوامل مساعدة لإخراج هذا البرنامج إن شاء الله. إلى هنا أحبتي أختتم حلقة هذا اليوم ولأننا الأيام واليوم ماكو يوم طوبة لكننا لأننا الأيام سنكون متواصلين إلى ختام المونديال مع حلقة مقبلة بنفس التوقيت غدا انتظرونا من فضائية الأيام إلى اللقاء.